خصامي يجوا بين المجتمع المغربي القائل ماذا يقول والمجتمع المغربي الفاعل، ولكن فرق بيناتهم. القائل محافظ جدا ومنافق جدا، والفاعل شيء آخر. أنا كتبت مرارا أن جنسيا كل شيء ممكن وحاصل في المغرب، رغم القول المحافظ يكون ديني ولا اجتماعي ولا أخلاقي ولا كذا. وهذه القطيعة بين القول الجنسي والفعل الجنسي وما يميز ما سميته بمرحلة الانتقال الجنسي، هذه نظرية بنيتها عندي في كتب معددة كتابان. الانتقال الجنسي، هذا الطلاق بين المعيار الجنسي المحافظ والفعل الجنسي الليبرالي ماشي المتحرر، التمييز بين ما هو ليبرالي وما هو متحرر، ما هو حر، كاين فرق بيناتهم. الجنسانية المغربية الآن ملبرلة، ندع الناس يفعلون ما يشاءون بالأساس من أجل المال. هناك تشجيع لتسويق لتسليع الجنس، لكن أن يكون الجنس من أجل الجنس، هنا تدخل السلطات لا الدينية ولا حتى السياسية والقانونية. الجنس في العلاب ومع العمال الجنسيين راه يتم التغاضي عنه، أما الجنس من أجل الجنس، الجنس من أجل الحب، هذا يسمى فسادا أو خيانة زوجية أو كذا أو كذا أو كذا. والحرية هي هذه، الحرية هي أنك لك الحق في إقامة علاقة جنسية متراضية ليس فيها إكراه من أي نوع، لا مالي ولا قانوني ولا سلطة ولا غيره. هذه حرية جنسية، ربط علاقة جنسية متراضية بين راشدين حرين، فهمتني، تينعسوا بجوج حيت بغاو ينعسوا من أجل المتعة ليس من أجل شيء آخر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.